نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر ضد جمهورية الكونغو بدور الستاشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار، والقناة الناقلة للمباراة وملعب المباراة حيث تقام وتنطلق مباراة منتخب مصر القادمة ضد جمهورية الكونغو بدور الستاشر ببطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد القادم الموافق 28 يناير 2024، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورتس، ويقام اللقاء على ملعب لاورنت بوكو بكوت ديفوار. ويغيب إمام عاشور عن صفوف منتخب مصر في لقاء الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مع إمام عاشور للإطمئنان عليه وأيضا باقي اللاعبين. وقال الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة وفقا لبروتوكول إصابات الرأس، فمشاركة إمام عاشور ضد الكونغو الديمقراطية صعبة للغاية، وذلك بسبب ضرورة تطبيق برنامج علاجي مدته 6 أيام، ولن يلحق باللقاء، لكنه سيكون لائقا حال وصولنا لدور الثمانية.